السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد. هذه زهرة الخطمية كما نشاهد. نلاحظ هنا أن دبور البلح بالطبع يستمتع بالرحيق، ومن فوائده كذلك ينقل حبوب اللقاح. هذه نباتات الخطمية أو كما يقال عنها بامية الزهور. كما ذكرنا هذا هو دبور البلح. نوثق هذه اللحظات الطبيعية. دبور البلح يحتضن حبوب اللقاح. وثقنا هذه اللحظات الطبيعية. هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر.